هذه طريقة تنظيف الرشاش بالفيديو كما طلبوا منا أصدقاء الصف. أول شيء نجيب منظف كربوراتوري وسرنجة وبطارية. أول شيء نوصل توبو السرنجة. بكيفية بعد نوصل الزايد والناقص في الرشاش. بعدين نوصل الزايد والناقص بشكل دائم. وتو يجي دور اللي يساعدك، لأنك أنت حتمسك الرشاش وتمسك السرنجة، لأن حيكون في ضغط هنا بالشكل هذا حتمسك أنت. وتكرر عد مرات حيث يطلع بالشكل هذا النظيف. كان معكم أحمد الوفلي.